الحمد لله رب العالمين. يا رب رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فيا رب أغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. وأشهد أن لا إله إلا الله، من أحب الله عرفه ومن عرف الله أحبه. قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ فقال الحبيب المصطفى فماذا أعددت لها؟ قال الرجل ما أعددت لها كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال له الحبيب المصطفى أنت مع من أحببت يوم القيامة. يا رب يا رب عرفت الهوى وعرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك، وقمت أناجيك وقمت أناجيك يا من ترى خطايا القلوب ونصنع نراك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله علمنا الثبات على المقتى، فقال في حديثه الشريف إن من شر الناس منزلة يوم القيامة من باع آخرته بدنيا غيره. سيدي سيدي أبا القاسم، سيدي أبا القاسم يا رسول الله، وأقمت بعدك للعباد شريعة لا سوقة فيها ولا أمراء. الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكفار. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، مع الدرس 36 بعد 100 أذهب الآن إلى نبي الله يوسف. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفرج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن، فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تستمن فإن الصانع الله. والله والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يا معاشر السادة، إن نبي الله يوسف ابن يعقوب مر بأربع محن وفرجها الله. المحنة الأولى محنة الفراق، وكفى بالفراق محنة، كفى بالفراق محنة. قيل لإمام الحرمين رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، فلما كان السفر قطعة من العذاب
فيه سواق الاحباب. كفى بالفراق محنة. والمحنة الثانية محنة غيابة الجب. والمحنة الثالثة محنة المراودة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. والمحنة الرابعة محنة السجن. فلبث في السجن بضع سنين. المحنة الاولى استمرت 40 عاما. ما رآه يعقوب الا بعد 40 عاما مضت. مضت ثقيلة كأنها سلسلة من الجبال الشامخة. 40 عاما مضت. مضت بين يعقوب وبين يوسف. وكان يعقوب يقول فيها انما اشكو بثي وحزني الى الله. الى الله. الى الله. لا الى احد غير الله. 40 عاما مضت بين الوالد وفلذ بكبده. وكان يعقوب ساعتها لا يشكو من الله انما كان يشكو الى الله. وفرق بين من والى. الشكوى من الله ذل وهوان. والشكوى الى الله عز وامان. الشكوى من الله بعد عن الله. والشكوى الى الله قرب الى الله. ان نبي الله ايوب وهو من رجال الصبر ايضا وكان من احد احفاد يعقوب مرض. واستمر مرضه 18 عاما. واسمحوا لي قبل ان اواصل الطريق مع يوسف ان احجز لحضراتكم تذكرة زيارة لمستشفى الصابرين حيث التقي معكم ومع نبي الله ايوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نحن الان ناخذ طريقنا الى الغرفة التي ينام فيها ايوب ومكتوب على بابها وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده. هو القاهر فوق عباده. وهو الحكيم الخبير. واجد مكتوبا على غرفة ايوب. اجد مكتوبا على غرفة ايوب. قول الله تعالى. انا وجدناه صابرا نعم العبد. نعم العبد. انه اواب. انه اواب. اي كثير التوبة. كثير الانابة. كثير الاستغفار. كثير الحمد. كثير الشكر. اواب. انا وجدناه صابرا. نعم العبد. هذه شهادة
لم نأتي بها من إدارة التجنيد ليكتب له في شهادة المعافاة جيد جدا أو قدوة حسنة، إنما هي شهادة استخرجناها من فوق العرش العظيم، الشاهد هو الله وكفى بالله شاهدا، المادح هو الله الممدوح أيوب، سبب المدح الصف الصف. السلام عليك يا ايوب، انك مكثت 810 سنة مريض لم يغادر جسده الارض، فهو مصاب بروماتيزم المفاصل. الاهل والعشيرة تبرأوا منه، نفد ماله ولم يبق لزوجته الا شعرها، فباعت شعرها. اتدرون من زوجته؟ هي بنت ابن يوسف عليه السلام، كان يوسف جدها، كان يوسف عليه السلام جدها، ابا ابيها كان جدها. اننا في بيت الصابرين، اننا الان نزور اسرة الصابرين، اننا الان امام رجل تكاد رأسه من رضا الله ان تطاول السماء، امام رجل اذا مد يده لرفعتها تكاد تقبض على هامات الكواكب. 810 عاما وانت مريض يا ايوب، وانت مريض. وقالت له زوجته الوفية، والوفاء قليل، والوفاء مع النساء قليل، اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وبالزيادة كل الناس خلاني، كم من عدو لاجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عداني. زوجته بنت ابن يوسف، الوفاء كله، لو قسم وفاء قلبها على نساء القرن العشرين ما بقي للخيانة سبيل الى قلب واحدة منهن. قالت زوجة ايوب يا نبي الله، اما انا لك ان تدعو الله ان يشفيك، ان يشفيك. قال احد الصالحين لابنه يا بني، لقد سقت الطيبات كلها فلم اجد اطيب من العافية، وذقت المرارات كلها فلم اجد امر من الحاجة الى الناس، وحملت الصخر والحديد فلم اجد اثقل من الزيت، ومرت بنفس الالام كلها فلم اجد الم على النفس من شماتة الاعداء. قالت الزوجة بلسان الرحمة، بلسان الشفقة، يا نبي الله، اما انا لك ان تدعو الله ان يشفيك،
قال ايوب يا زوجتاه كم سنة قضيتها صحيحا؟ قالت 70 سنة. قال فكم سنة قضيتها مريضا؟ قالت 18 سنة. قال لها استحي من الله ان اسأله الشفاء قبل ان يمر علي 70 عاما. جبال الصبر، عمالقة الرضا، عباقرة الإيمان. وعندما دعا الله كان الدعاء كله أدبا. لم يقل لماذا أمرضتني؟ لماذا مات أولادي؟ لماذا ذهب مالي؟ لم يعترض على ملك الملوك، وانما قال بلسان اليقين، بلسان الادب: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. سجلوا هذه الدعوة على صفحات القلوب: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وماذا كان بعد هذا؟ جاء الامر بالشفاء من اي صيدليات الارض؟ لا، بل جاء الامر بالشفاء من خالق الاطباء، من الله. ان الرجل عندما توجه بدعوة يملأها الأدب النبوي، قال مسني الضر، ولم يقل أصابني، إنما عبر بالمس ليكون في الدعوة أدب ورضا. لو قال أصابني لكأنه قال: لقد تعبت من شدة المرض يا رب وجهمت. ولكنه قال مسني، اي ان المرض طيلة 18 عاما كان كمس النسيم وقت الصحر. انا لا اخاف الموت، بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق الرغبات، فبه يتاح لي اللقاء وتزدهي روحي برؤية قائد القادات. مسني ادب، اخلاق. وكان الامر بصرف الدواء من الله. قال الله له: اركض برجلك، حرك رجلك على الارض، فسينظر تحتها عين ماء اغتسل منها واشرب. فاذا اغتسلت وشربت باح المرض كله. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب دواء. انه ماء، ولكنه ليس كبقية الماء. وحرك ايوب رجله ونبعت عين ماء واغتسل وشرب، فعادت له صحته كأنه في عنفوان الشباب وظهرة العمر. واقدم ايوب على زوجته ان باعت شعرها ليضربنها 100. وغابت زوجته لتبيع شعرها وتنفق من ثمنه عليه، وعادت ورآها قد باعت شعرها. وعندئذ الله جل جلاله فدى له اليمين: هل يضربها 100 لوفائها؟ فقال له: خذ بيدك ضغطا
اي خذ بيدك حزمة من سيقان القمح او الشعير، خذ 100 ساق من سيقان القمح واحزمها حزمة واحدة واضربها بها مرة واحدة ولا تحلف في يمينك. انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. ايها السادة، انتهى موعد الزيارة للمستشفى الايوبي، فتعالوا لنشارك يوسف محنته الثانية. وجاءت سيارة، قوم يسيرون وسموا سيارة لطول سيرهم، على وزن قناصة وكشافة وجوالة، فأرسلوا والدهم من يرد لهم الماء، فأتلى دلوة. تأملوا معي في حروف العرب، أرسلوا فأرسلوا، لم يقل ثم أرسلوا، إنما قال فأرسلوا، لم يقل ثم أجلى، إنما قال فأجلى. الفاءات تزيد فيد الترتيب مع السرعة لتعلموا أن فرج الله قريب. جاء، لم يقل ومرت سيارة، إنما جاءت. لو قال ومرت سيارة لكان مرورا حاضرا بغير قصد، إنما جاءت كأن الله هو الذي أرسلها بقصد وعناية. أرسلها إلى البيت، دع المحاذير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. جاء سيارة فأرسلوا واردهم، فأتلى دلوة فأنزل دلوة. ولم يذكر القرآن الكريم ماذا كان بعد إدلاء الدلو، فوى هذه المرحلة فصيا ليفيد المفاجأة للمستمع. لو انه قال فأدلى دلوه فتعلق يوسف بالدلو وخرج مع الدلو لضاع عنصر المفاجأة في الآية، ولكنه قال فأدلى دلوه وجاءت المفاجأة. يا بشرى هذا غلام، غلام، ولكنه ليس ككل الغلمان، غلام طاهر، ابن نبي طاهر، ابن نبي طاهر، ابن نبي طاهر، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، غلام. وأسروه بطاعة، أسروه، أرادوا أن يخطوه لأنها بضاعة محظورة، والله عليم بما يعملون. وشروه، باعوه. شرى في القرآن الكريم بمعنى باع، واشترى بمعنى اشترى، باع بمعنى دفع السلعة وأخذ الثمن، واشترى بمعنى دفع الثمن وأخذ السلعة، وابتاع بمعنى اشترى، وشرى بمعنى باع. اللغة، اللغة، باعوه بثمن باخ، ثمن زهيد ليخلصوا منه، خشية ان يحدث تفتيش للقاتلة فيضيع منهم ذلك الغلام. والدليل على ان ثمنه كان بخسا انه بيع بدراهم معدودة،
ولو كان ثمنا عاليا لبيع بدراهم موزونة. فالوزن غير العد، العد قليل والوزن كثير. وكانوا فيه من الزاهدين، من الذين يريدون الا يتعلقوا به. ايها الاخوة الاعزاء، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، لم يقل اكرميه هو، انما قال اكرمي مثواه. بلغت الحماية بالعبد المشترى ان عزيز مصر يقول لأميرة مصر اكرمي مثواه، اي اكرمي المكان الذي يجلس فيه. فاذا امرها باكرام المكان فان اكرام الجالس في المكان من باب اولى. اكرمي مثواه، اكرمي نفس المكان الذي سيجلس فيه، سيستوي فيه، سيقيم فيه، اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. يا فرج الله، يا رضا الله. فراق استمر 40 عاما، غيابة جب استمرت ساعات، مراودة استمرت شويعات، سجن استمر 7 سنين. ايها الاخوة، تنتقل احداث القصة من فلسطين الى مصر. اسمحوا لي ان ابعث برقية تهنئة الى نبي الله يوسف، اقول له مرحبا بك في ديارك، مرحبا بك في بلدك مصر يا يوسف، ارجو لك اقامة طيبة في قصر العزيز. والى ان القاه، والله وحده يعلم متى القاه، الى ان القاك في قصر العزيز، فاذا لم استطع اللقيا، اذا كان كف القدر قد ملا كأس العمق، فان لقائي بك على حوض حبيب الله محمد. سلام الله عليك يا يوسف في قصر العزيز، تحيات الله عليك وبركاته في مصر. ايها السادة الاعزاء، اترك يوسف في رعاية الله على امل ان القاه في قصر العزيز. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم:
كيف أنتم إذا طغى شبابكم وحسدت فتاتكم؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد من ذلك سيكون. كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد من ذلك سيكون. كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى: والذي نفسي بيده لتكونن فتنة يصير الحليم فيها حيران. وقد حار الحليم عندما أقلت الفواحش برأسها، عندما أقلت السيئات بأعناقها، عندما أقلت الذنوب بألسنتها. اسألوا العلماء ماذا يفعل السيلان بأرحام النساء. الأرحام جمع رحم، والرحم هو بيت الجنين. ما هو الرحم الذي خلقنا فيه؟ الرحم الذي خلقنا فيه في صمع ظلي كمثري الشك. اين يقع؟ يقع خلف المسانة امام المستقيم. ما طوله؟ 7 سنتيمترات. ما عرضه؟ 5 سنتيمترات. ما سمكه؟ 2.5 سنتيمترات. هذه مصانع الرحمن التي خلقنا فيها. هذه مصانع الرحمن. لم تأتي من امريكا ولا من روسيا ولا من المانيا ولا من اليابان، انما هي مكتوب عليها صنع الله الذي اتقن كل شيء. في اي انواع الاضواء صورنا؟ هل صورنا الله في الاشعة السينية او اللاسلكية او فوق البنفسجية او تحت الحمراء؟ ما هي الاشعة الموجودة في الرحم؟ اسمع قوله تعالى: يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. في ظلمات، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي لفتنا فيها، وظلمة بطن الام. ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يقد يراها. ظلمات. ما اسم هذه المصانع؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. فماذا يحدث من انواع التدمير عندما تزحف جرثومة السيلان الجنوكتس الى هذه المصانع؟ اسمعوا، تدمرها تكثيرا. يلتهب عنق الرحم ويتخلف، وتأخذ الجرثومة طريقها لتختفي تحت الغشاء المبطن للرحم، تختفي في الغدد والقنوات تحت الغشائية. ثم ماذا؟ ثم تزحف على غدد تسمى نوبسيان. نابسيان هذه الغدد عندما تزحف عليها جرثومة السيلان تسدها. ثم ماذا؟ ترتفق دورة المحيط. المحيط يرتفق، يسبب آلاما في المفاصل، صداعا في الرأس،
ثم ماذا؟ تزحف على فتحة البوق الحمري فتصيبها ايضا بالانسداد، مخلفة وراءها اكياسا من الدم والقيح. هذه الاكياس الدموية عندما تكون المرأة المصابة بالسيلان حاملا عندما تضع جنينها، وبينما هو يأخذ طريقه من مضيق الرحم الى سعة الدنيا ويمر بالمنطقة المجرسمة، تصاب عيناه بالعمى. اغلى هدية يهديها الزناة الى الاطفال الابرياء، تصاب اعين الاطفال بالعمى بسبب السيلان، بسبب السيلان. ان السيلان عندما يزحف على المبيضين اللذين يفرزان البويضات، تصاب المرأة بالعقم فلا تلد. عندما يزحف السيلان على الجزء الحوضي من الغشاء البريطوني يصاب بالالتهاب، فتصاب المريضة بقشعريرة مع ارتفاع في درجات الحرارة. واخيرا وليس اخرا، السيلان مرض وراثي وبيء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا ومعلما، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله: امام عادل وشاب نشا في طاعة الله تعالى، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: اني اخاف الله، اني اخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه من الدمع. لهذا فان هناك اصنافا يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار اول الداخلين الا ان يتوبوا، الا ان يتوبوا. اصناف من البشر في جهة اخرى لا يكلمهم الله ولا ينظر اليه بعين الرضا ولا يزكيه، ولهم عذاب أليم. اول هذه الاصناف النافح حليل جاره، من زنى بزوجة جاره اعتدى على الحر واعتدى على حق الجوار. الثاني والثالث الفاعل والمفعول به، اي من عمل عمل قوم لوط، اي من اتى ذكرا وفعل به الفاحش. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رايتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. الفاعل والمفعول به. الرابع مدمن الخمر. الخامس الضارب والديه حتى يستغيث. السادس
المؤذي في أعلاه حتى يلعنوه. أهل الإسلام، إن كنت من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله فاحمد الله. إن كان هناك من هو تحت الأصنام الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم فليبادر بالتوبة إلى الله. لعشرة ثانية، على هذه المبادئ علمنا رسول الله، على هذه الأخلاق قامت دولة الإسلام تناطح السماء وتزاحم الشمس في الجلاء. هل المرأة في مجتمعنا لها مشكلة؟ لا. أوكلما عقد اجتماع في أي مكان لم نجد إلا هذه الكلمة، مشاكل المرأة ما مشكلته؟ وقال عصر الأخبار أنها تريد أن تكون سفيرة، قاضية، سفيرة. النساء يطالبن بالسفارة، سفيرة مصر في أمريكا، سفيرة مصر في موسكو، سفيرة مصر في بكين. المرأة عندنا تريد أي عمل، ولو قائدة أسطول بحر، ولو كاسحة ألغاز، ولو قائدة طيارة، ولو قمصارية في الأتوبيس، ولو قمصارية في الأتوبيس، ولو قائد القطار سكة حديد. تريد اي عمل مهما كان نوعه، الا عملا واحدا لا تريده. العمل الوحيد الذي لا تريده النساء عندنا هو قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن. هي لا تريدها، هي لا تريدها، هي على اتم استعداد ان تصل الى المريخ، ان تعيش في ظلمات القبور. ولكن آية تضايقها وهي لا تريد ان تنظر اليها هي قوله تعالى: وقرن في بيوتكن. هذه الآية عندما تسمعها المرأة تصاب بالصمم، تصاب بعدم السمع، كأن في أذنيها وقرا. وقرن في بيوتكن، لا. ولذلك خربت البيوت وعذب الرجال، خربت البيوت وعذب الرجال. وبعد ان كانت النساء في البيوت مصابيح البيوت، خرجت من البيوت فأطفئت المصابيح. وبعد ان كانت البيوت روضات تفتح فوقها البلابل، امست بعد خروج النساء تنعق فوقها الفوم والغربال، هجرت البيوت. الرجل يعمل في العباسية وامرأته تعمل في جارد سيتي، والاطفال هناك في الحاضنات. يا للمأساة، يا للمأساة. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وليس بعامل بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا، إذا أخلاقهم كانت خرابا. الرجل في عمله والزوجة في عملها والأطفال في بكاء مستمر. ويدخل الرجل مرهقا باعباء الحياة من عمل وتعذيب في طرق المواصلات، ويدخل البيت ومعه مفتاح
مفتاح الباب في سيفك. حامل المفاتيح، حامل المفاتيح، اذا لم يحمل المفتاح فسيبيت على الرصيف رقم 13 في باب الحديد. حامل المفاتيح ويفتح الباب فلا تسمع في البيت الا همسا. البيت خال تماما، ويولي وجهه شطر الثلاجة حيث يجد في الجهة الشمالية في الشرقية قطعة من الجبن الذي عفى عليه الزمن واكل عليه وشرب، يأكلها وحيدا في ذل وانكسار، ثم يقوم فيصنع كوبا من الشاي ويختبي على سريره متهالكا. حمى الله زمانا كانت المرأة لا تخرج الا 3 مرات. المرة الاولى من رحم امها الى عالم الدنيا، والمرة الثانية من بيت ابيها الى بيت زوجها عروسة، والمرة الثالثة من بيت زوجها محمولة على اعناق الرجال الى قبرها. يرحم الله، يرحم الله زمان امهاتنا وجداتنا. ضاعت الاطفال وانحرفت التربية، وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، وقد لقينا هذا الغي. اي سفارة يا سيدتي تريدين ان تمثليها؟ اي سفارة، اي سفارة يا سيدة الاسكندرية، يا صاحبة الصوت الجهوري، اي سفارة؟ يا موت زر ان الحياة مريرة، ويا نفس جدي ان بحرك هازل. ان السفارة الوحيدة التي يصح ان تمثليها ان تكوني سفيرة لزوجك في بيتك. هذه هي السفارة. لا يحل لامرأة ان تسافر 3 ايام الا ومعها محرم. محرم. ان رجلا كتب اسمه في سجل المتطوعين ايام رسول الله، ثم قال: يا رسول الله، ان امي قد خرجت حاجة وليس معها محرم. قال له النبي: لا تجاهد هذا العام وسافر مع امك. الى اين؟ الى باريس، الى موسكو، الى بيت الله الحرام. لم يرضى النبي لها ان تسافر وحدها الى بيت الله، الى عرفات الله، الى عرفات الله. لم يسمح لها ان تسافر وحدها. فأي سفارة يا مندوبة الاسكندرية تريدين ان تمثليها؟ هل عقمت ارحام النساء ان تلد رجالا؟ هل لم نجد رجالا يكونون سفراء حتى تمثلنا النساء في عواصم اوروبا؟ انها المأزرة، انها المأساة، انها الملهى. لقد هزلت وبان من هزالها اجسامها كل مفلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان يجادل الناس بالقرآن. اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، يجادل بالقرآن. لسنا في حاجة الى مشاكل المرأة، ليس للمرأة مشاكل. ان اخشى ما اخشاه ايها الاخوة الاعزاء
أن يأتي علينا اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء. أخشى ما أخشى. يا نساء المسلمين قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فما مشكلتنا الحقيقية؟ مشكلتنا الحقيقية هي التربية. التربية، هل الصحافة والمجلات عندنا تناصر الأخلاق؟ لو كانت تناصر الأخلاق ما رأينا هذه الصورة الواقعة التي نشرتها مجلة صباح الخير، حيث لا صباح ولا خير فيها. صورة واقعة ولفظ واقعة يتأذى عندما يشتك إلى هذه الصورة. واقعة صورت تلك الكاريكاتير صورة شاب وفتاة يلبس كل منهما مايو مايو البحر، واقفان على الشاطئ، وقال الشاب الفتاة ما تيجي ننزل المية على سنة الله ورسوله. سنة الله، الله ينزل البحر يا سافل، رسول الله يقف مع فتاة عارية يا واقع. هل هذه اصول التربية؟ الم تدخل هذه المجلات بيوتنا؟ الم تقرأها نساؤنا وبناتنا؟ فاذا قلت كلمة مثل هذه خرج علي انسان لا حياة عنده في جريدة الاخبار تحت عنوان الذين يوسعون الجنة والنار، وهاجم هذا المسجد. والذي بلغ مني مبلغ الاسى انني سألت عن هذا الكاتب فوجدته ازهريا، ازهري تخرج في كلية اللغة العربية ومضى على تخرجه 30 عاما، اي عنده من العمر ما لا يقل عن 60 عاما، اي بينه وبين القبور ما بين هذا المسجد الى موقف اتوبيس 93. لو ان نصرانيا هاجمني لنزل الهجوم على قلبي بردا وسلاما، لو ان شيوعيا هاجمني لنزل الهجوم على قلبي بردا وسلاما، ولكن ازهريا يهاجم المسجد. هذه ثالثة الاثار، هذه مصيبة المصائب. اي شيء جرى للازهريين؟ لست ادري. ولماذا لست ادري؟ لست ادري. اي شيء جرى؟ اي شيء جرى حتى يطالعنا هليم ماجور يكتب تحت عنوان العازفون بعنف على الوطن الديني، واسأل عنه فاجده ازهريا هو الاخر. ازهري ازهري، يا موت زر ان الحياة مريرة، ويا نفس جدي ان ظهرك هازل، ان ظهرك هازل، هامت على نفس الهموم فكأنها وكأنهن فريسة وصقور. يا ليل اين الله اني تاريخ، هل تنقضي ام ليس بعدك نور؟ وانا اعلم لماذا يهاجمون هذا المسجد. لماذا يهاجم حملة الاقلام الصغيرة هذا المسجد؟
لأنني رددت على سيدهم علي أمين ذات يوم من هذا المكان، ويريدون أن يردوا الجميل للسيد، يريدون أن يردوه. وليس من عادتي أن أرد على عبيد الأقلام، إنما أرد على سادتهم لتكون هناك كفاءة في الرد. ألا ما أردتم على عبيد المكاتب، إنما أرد على سادتهم، سادتهم هم. أما نحن فلا سيد لنا إلا الله، لا سيد لنا إلا الله. تزول الجبال ولا نزول عن باب الله. لماذا يا حملة الأقلام لم تردوا على مجلة صباح الخير؟ لماذا يا مخطي الكيرة لم ترد على هذه الصورة الكاريكاتيرية؟ لماذا يا من تصديتم لكتاب الإعجاز العددي لم تردوا على هذه الصورة؟ ألم تقرؤوها؟ ألم تنظروا إليها؟ إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أيها السادة الأعزاء، عودوا إلى الله، اصطلحوا مع الله. إن المشكلة مشكلة التربية وليس مشكلة المرأة، ليس للمرأة مشكلة، مشكلة المرأة تحل في بيتها، في إدارة بيتها، في تربية أولادها. أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن تبعها كل شيء باللعنة حتى تعود إلى بيتها. أيما امرأة ألقت ثيابها في غير بيت زوجها برئت منها ذمة الله. يا معاشر الإخوة الأعزاء، الله ربنا ومحمد نبينا والكعبة قبلتنا والقرآن دستورنا والنبي شفيعنا. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنا العبد الضعيف الواقف بين يديك وأنت في عليائك وكبريائك، أسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم بارك لنا في الحلال وارزقنا الحلال. اللهم اطرد الشيطان من بيننا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. اشف مرضانا، ارحم موتانا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صدق القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ايها الاخوة الاعزاء، اسمحوا لي ان اذن سيادتكم، استاذن سيادتكم بان الارسال بالنسبة الي سيتوقف قليلا يوم الجمعة الى ان التقي بحضراتكم يوم الجمعة الموافق 28 من شهر شعبان المكرم، الموافق 5 من شهر سبتمبر. ان كان في العمر بقية التقينا، ان كان العمر قد اذن بالرحيل فمرحبا وعرف مرحبا بلقاء الله، ومرحبا وعرف مرحبا بحوض رسول الله. وإن لي كلمة أريد أن أسجلها في هذا الموت. لماذا الأجازة؟ حتى أريح الضمير قليلا من عذاب الضمير بالنسبة للإخوة الأعزاء الذين يصلون تحت وهج الشمس المحرقة. ثانيا،
ليكون هناك عامل نفسي في تجديد الاشواق في قلوبكم حتى لا تملوا سماعا. ثالثا، انها فترة ليست بطويلة. ثم بعد ذلك سؤال اخر من حقكم ان تعلموه، اين اقضي الاجازة؟ واين كنت اقضيها طيلة السنوات الماضية؟ في القاهرة، واقول في القاهرة، والله على ما اقول وكيل وشهيد، واؤكد في القاهرة حتى تقول لمرضى القلوب لا تمضغوا الهواء، لا تمضغوا الهواء ولا تفتلوا من الرمال حبالا. اننا عندما نصعد خشبة المنابر انما نضع انفسنا بين يدي الله، فلو نافقنا او خالفنا اوامرا فان الله قادر على ان يعمل بلا ما يشاء. لسنا من اهل المصايف ولسنا من اهل المزح، وكيف يذهب الى المصايف من صار في طريق البلاء سنين عددا. لقد فقدت عيني اليسرى وانا ابن 6 سنوات، وفقدت اليمنى وانا ابن 17 عاما، واستقبلت الحياة بنور البصيرة في زهرة العمر، وفقدت والدي في سن 19، وترجحت للحياة استقبل مصائبها، وترجحت على ابواب الاطباء لأعالج عيني حولين كاملين، وأجريت أكثر من 10 عمليات كانت عيناي فيها حقلا للتجارب، ودخلت السجن 2 سنين وخرجت من السجن ورزقت بطفل وصيب بشر الأطفال حتى الآن 7 سنوات. فكيف يفعل بالمصايف من شأنه هكذا؟ ان مصيفي هو كتاب الله، ان مصيفي هو سنة رسول الله، هو سنة رسول الله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. ان لي جبهة مهاجرة، كلما تحركت حركة فسروها تفسيرا غير صحيح. هناك جبهة عاتية، هناك جبهة عنيدة، وعندما قالوا على التنظيمات كتب الجبناء في الجرائد يحذرون مني، يحذرون. وانا اقول للمنافقين انني اتكلم والشمس طالعة في عرض النهار، واتكلم بصوت مرتفع، واتحرك في وضوح، اقول لهم يا كتبة الصحف من الازهريين، ان كلامكم سيعرض عليكم انتم، والله بيني وبينكم في ساحة القضاء يوم القيامة. ان الدفة الرخيصة لا يجدي، ان الدفة الرخيصة لا ينفع، ان الدفة الرخيصة يفخص صاحبه، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ايها الاخوة الاعزاء، اذا كان هناك لقاء التقينا، اذا كان هناك التقاء مع المقابر ذهبنا ونمنا، لنستريح ونهجع، نستريح من دنيا النفاق، نستريح من دنيا الجري وراء المناصب، وراء المادة، حول المكاسب، نستريح. فقد اخبر الامام مالك رضي الله عنه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لياتين زمان يقف الحي فيه على قبر الميت ويقول يا ليتني مكانك، يا ليتني مكانك.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. قتل تخصص أي أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين هم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أذاعت الإذاعة الرحمانية في مشارق ومغارب الجزيرة العربية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجه إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة، وكان ذلك في العام السادس الهجري. ما استمعوا للصلاة عليه. عليه الصلاة والسلام. النبي راح البيت الحرام يعتبر. ونسأل الله ان يرزقنا الأمة والحج. واقبل على المدينة في 1400. يتوجهون مع رسول الله الى مكة. وتحركوا وعلى مشارف مكة وفي مكان يسمى الحديبية ترامت الانذار الى المشركين ان النبي واصحابه داخلون مكة. ازاي؟ طلع المشركين بالسلاح والعدد والعتاد العسكري وقالوا لن يدخلها محمد، مش هيدخل.
طيب مين يا جماعة يروح يتفاهم مع المشركين؟ قالوا ابعث عثمان بن عفان عشان هو ليه معاهم كلام ويقدر يتفاهم معاهم. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بن نورين ليكون مفوضا اسلاميا من قبل القيادة العامة التي يقودها سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه وسلم. راح سيدنا عثمان. ما هو النبي مش غاوي دم. مش غاوي انه قطع رؤوسه ويسكب دماء. النبي عليه السلام يريدها اسلامية قرآنية لا شرقية ولا غربية. لا قتالية ولا دموية. النبي ما يعرفش حمامات الدم. النبي دائما يسلك مسالك الهدى. النبي كان يقدر يلفها دم ومعه 1400 والعرمى يقول يا رب حينزل له جبريل على كتيبة من لواء المصليين الملائكي. ما يقدر النبي اللي بقى لمكة كلهم. وقالوا يا رب حيلاقي جبريل نازل والبلاغ الحربي رقم 9 بيقول إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يعني متتابعين. وقبل الملائكة ما تنزل فيتلقوا رسالة فوق السماء في كلية أركان حرب السماء. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وحد الله. وحد الله يا مسلم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كان يقدر النبي يعملها معركة. ما دام انتوا بقى ناس بتحشر ليه البشر. لا. النبي بيبذل جميع سبل السلام. لغاية ما يلاقي المبادئ اختلفت فيحكم السيف. ووضع الندى في موضع السيف بالفتى مدرع كوضع السيف في موضع الندى. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. إنما النبي مش غاوي ظلم مش بتاع ظلم ده نبي العدالة والإنسانية. ستالين كان عدد المسلمين 45 مليون في روسيا نوصل 21 مليون والباقي كله أكلتهم معتقلاته في سيبيريا وماتوا. النبي بعث عثمان بن عفان لانه لو بعث عمر بن الخطاب عمر مش حيطيه كلامه. انما عثمان رجل لين وسليم وهادي يشتموه هيقول لهم اشكركم ويتفاهم بالراحه. انما عمر لو واحد بس تستعن فيه احنا مش هيفوت نهار. قال له عثمان روح انت اتكلم. عثمان لما راح غاب ثلاث يوم ما رجعش. المسلمين يعملوا ايه؟ جلسوا مع النبي تحت شجرة وبايع النبي ان كان عثمان قد قتل فسيقاتلون الى اخر واحد منهم. والنبي خد عليهم البيع ونزل المرسوم الالهي بالبيع. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واتابهم فتحا قريبا. ورجع سيدنا عثمان سالما غانما. ايه يا عثمان اللي حصل؟ قالوا دول عايزين يعقدوا معاهدة مع ان شفنا اجل مسألة العمرة دي.
طيب خلوهم يبعثوا مندوب عنه. بعثوا مندوب اللي هو سهيل بن عمرو، كان مندوبا على المشركين يوم الحديبية. النبي قال لعلي بن ابي طالب: تعال يا علي لتكتب نصوص المعاهدة. انا عايز اتوحد الله كده وتقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. وصلوا عليه. شفت النبي جه سهيل بن عمرو، النبي اول ما شافه ما اسم الرجل؟ قال له سهيل بن عمرو. يوم النبي يقول الامر متهل ان شاء الله، كان يبتسم عندما تحتدم الشدائد. شوف الامر شديد اهو، والمسلمين ماسكين السيوف والمشركين ماسكين السيوف، والنبي يقول الامر مسهل ان شاء الله. سهل، مش الواحد مننا ينخصم له يومين في الشهر يبات معاك من طول الشهر؟ ليه يا ليه ما تسلمها لله والمعوض مخلص. اللي بيقول يا رب عمره ما يتعب ابدا، قول يا رب. ما مسني قدر بكره او رضا الا اهتديت به اليك طريقا، امضي البلاء على الرضا مني به اني عرفتك في البلاء رفيقا. قول يا رب دايما ما تتعبش. سيدنا النبي قال لسيدنا علي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. جه الجدع المشرك قال له: نحن لا نعرف الرحمن الرحيم. امال نكتب ايه؟ قال له: اكتب باسمك اللهم، بلاش الرحمن الرحيم، خلاص اكتب يا علي باسمك اللهم كده. اكتب يا علي من محمد رسول الله. كتب علي من محمد رسول الله. وفي المشرك قال له: لا، اكتب من محمد ابن عبد الله، فنحن لا نعترف بك رسولا. خد بالك، شوف النبي كان بعيد النظر الى اي حد، مش عايزين رسول الله دي، اشطفها تاني. فقال النبي لعلي: امحها يا علي. فقال علي: يا رسول الله، نفسي لا يصيب لها ان تمحو اسمه. ما اقدرش اشكر نفسي، ما تخلصني. فقال له الحبيب المصطفى: اثني عليها فامحوها انا. ورأى لي هي فين وانا اشطفها لنفسي. ومحاها. ايه طلباتكم يا جماعة؟ قالوا: انك انت ترجع السنة دي ما تعتمدش، ويبقى السنة الجاية سنة 7 تدخل في قد العمر، وتاخد فينا وبينك معاهدة هدنة لمدة 10 سنوات، واللي يجيلك مننا مسلم ترده لنا، واللي يجي من عندك مشرك ما نردوش لك. عمر بن الخطاب ما تخفخناش سيدنا ابو بكر يقول النبي هيوقع الكلام ده؟ هنعطى الثانية في ديننا؟ أوليس برسول الله؟ وسيدنا ابو بكر يقول له: طول بالك يا عمر، انه عبد الله ورسوله ولن يخذله الله ابدا. مسكتهم يكتبوا يا عمر اللي هم كاتبين، وهو النبي بيشتغل من عند نفسه. هو النبي بيشتغل فين؟ ده النبي بيتلقى اوامره من الله. ده بيتلقى الامر من الله، مش من مجلس الامن ولا هيئه الامم ولا هيئه اليونسكو. النبي بيتلقى الاوامر من الله، لا من واشنطن ولا من موسكو ولا من تل ابيب، بيتلقى اوامره من الواحد الديان.
شوف القرآن بيوصف المعاهدة بيقول إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى اللي هي كلمة لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. النبي عارف ان المسألة هيدخل في سنة 7 يعتمر والسنة 10 هيفتح مكة والمعاهدة حبر على ورق والمشركين هم اللي هينقضوا العهد ومش هيستمروا سنة ولا اثنين وبعدين ما فيش حد من المسلمين هيرتد عن دينه واذا جه واحد منهم مسلم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ما سمعنا الصلاة على الحر النبي محمد ملأ المسلمين على الماء ما رضوش يخلوا المسلمين يشربوا اشتد بيهم العطش 1400 واحد وبعدين راحوا للنبي لقوا النبي معاه رقوة زمزمية يعني وعمال يتوضا قالوا يا رسول الله اتتوضأ بالماء ونحن لا نجد ماء نشربه. طب ما قلتليش ليه؟ مفيش مية قالوا مفيش مية. فوضع النبي يده اليمنى في إناء فصاب الماء من بين أصابعه كأنه أبواب السماء انفتحت بماء منهمر. شربوا وتوضأوا. بيسألوا جابر بن عبد الله راوي الحديث كم كان عددكم؟ قال لهم 1400 يعني 1400 ولو كنا 100,000 لشربنا جميعا. المشركين نقضوا العهد والنبي صمم على قصر مكة وكرامة الانباء ان النبي قادم وناوٍ على فتح مكة فارسلوا اليه زعيمهم ابا سفيان ابن حرب ليلتمس مد الهدنة من رسول الله. ابو سفيان خد بعضه وطرق الباب على ام المؤمنين السيدة رملة ام حبيبه وحد الله وصلى على حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ابو سفيان راح لام حبيبه زوجة النبي. اسمعنا ام حبيبه ما راحش لعائشه ليه؟ ما راحش لحفصه ليه؟ اسمعنا ام حبيبه لان ام حبيبه هي بنت ابي سفيان. هو مشرك وهي من امهات المؤمنين. يخرج الحي من الميت. راح لبنت بنت طرق الباب. السيدة ام حبيبة فتحت الباب. يا اسمع ابو سفيان دي بقى لها كتير ما شافتوش لان هو بياخد معسكر الشرك وهي شريكة في بيت رافع لواء التوحيد. تعرف النبي سفيان لما علم ان النبي تزوج بنته فرح لانه كان مشرك انما انبسط. قال ان لي الشرف ان يكون محمد صهري. هو بقى حلاقي زي كده في انتهاء. انطق راجل واحفر راجل واعظم راجل. اول ام حبيبة ما فتحت الباب لابوها اول ما شافته قالت له ماذا تريد يا ابا سفيان؟ مش يابا لانه مشرك. مشرك. بعد ايه؟ ما دام مش على دين التوحيد يبقى ملوش قيمة. لو كانت واحدة من بتوع اليومين دول يبقى ابوها مثلا او زي صقر الفطل
اول ما ساب له اهلا بالله وتعالى وعلى طول الصالون ينفتح والثلاجه تنفتح والحمام المشوي يطلع. لا انما دي قالت له ماذا تريد يا ابا سفيان؟ طب يا بنتي بس اخد نفس اقعد ارجعي النفس سفر 500 كيلو قعديني. فاول ما قعد قعد على فراش المصطفى تقوم السيدة ام حبيبة تقول له قم عن هذا الفراش يا ابا سفيان. يقول لها اصابك بعدي جنون يا عملة؟ هل رغبت عني بالفراش ام رغبت بالفراش عني؟ اسمها رملة راه ميم يام فيه مربوطة وعليها نقطتين من فوق. عشان ابن استغرب لها لان احنا في عهد سوسو. احنا في عهد سوسو وميمي وفيفي. وجيت الاخبار قال لكن النهارده بمن شفت العريض فؤاد المهندس يتزوج بمعيده باحدى كليات الازهر. طب الخبر ده احنا ما لما يتزوج ولا يتنيل احنا مالنا؟ جاتكم داهية في اخباركم في اقلامكم في كتابتكم. اكتبوا عن ازمة الناس في ابو طابور قدام كيلو سمك منسكن. انما ايه مالنا فؤاد المهندس يتجوز ولا ما يتجوزش؟ ما تقولش فؤاد المهندس زي مفاتيح المسجد الاقصى. ايه دي؟ ايه الفوضى دي؟ وبالخط العريض ومش عارف شافها في مجتمع وانبسط فيها وهيتجوزها خلاص. واللي كانت بتقول انت اللي قتلت بابايا راحت والعتبة ازاز والسن النيلة في نيلة راحت ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ كنا اكتبوا عناوين فيها ترفية وفيها بناء للناس. انما احنا منا واحد يتجوز ولا ما يتجوزش؟ مش دعوة. ده عامل زي اللي بيقول لواحد ان في حصل حادثة النهاردة في شارع الخليج. قال له ايه؟ قال له بابور فرد ده نملة موتها. ما هو يعني يتجوز ولا يدوز؟ ما هو كلام فاضل. فالسيدة رملة قالت قم عن هذا الفراش يا ابا سفيان. الرجل قال لها انت جرالك ايه يا رملة؟ قالت له والله لا يجلس عدو الله على فراش حبيب الله. انت مشرك النجس. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه. اولئك حزب الله. الا ان حزب الله المفلحون. في العام السابع دخل النبي مكة واعتمر وادى العمرة. في العام الثامن كان النبي على رأس عشرة آلاف مقاتل ودخل مكة ودخل البيت الحرام وأمر بلال بن رباح أن يعلو الكعبة ويؤذن على ظهر الكعبة. فقال صناديد قريش ألم يجد محمد غير هذا الغراب فيؤذن لنا؟ النبي تعمد ان بلال هو زيد. شوف البعد النظر. شوف بعد النظر وشوف الرأي الثاقب والفكر الصائب. بلال هو زيد. ليه؟ لان بلال ده كان عبد مملوك لأمية بن خلاف. هو اللي يدى النهاردة. مش امبارح واحد صحفي كاتب تحت عنوان مواقف اللي مضايقه في البلد حاجة واحدة بس. تعرفوا يا ايه؟ مفيش حاجة مضايقاه في مصر حاجة واحدة بس. هي ايه؟ الجامع اللي بيدن في مطار القاهرة الدولي. بيقول ايه لازمة الاذان ده؟ يا اخوانا ما تسويوش سمعتنا مع الناس الاجانب اللي جايين. ويقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ بصوت صارخ.
شوف الواد وكلامه يقول لك بصوت صارخ. شوف ظرف البلدي منه شمال. الخمارات كويسه، نسوان العرقه كويسه، الربا كويس، القمار، اكل النفس بعضها، الاعلام كويس. مش مداري الدكتور، بس حاجه واحده الاذان اللي في مطار القاهره الدولي، لانت هو ده اللي بيقدم في مصر، هو ده اللي بيقدم في مصر. فانت بتقدم بمين؟ اول الناس ما تيجي من اوروبا تلاقي خشها الله اكبر. ايه ده؟ الناس دول يأتي بانهم كانوا يتحكموا ليه؟ لسوء اعتدائهم على الاسلام. الملك فاروق كان لما عمل الدكتور كده في اول ماده، الملك ذاته مصونه في لا تمس، ذات الملك مصونه لا تمس. احنا ليه ما ننصش على ان الاسلام ذاته مصونه لا تمس؟ كان يجب هذا. ده انت اللي مضيعك الاذان، انت اللي مزعلك الاذان، ما تسيبه جدا يا اخي. انت مالك انك تصلي ولا ما تصليش؟ ده ابراهيم بيقول لربنا وما يبلغ صوتي، قال له عليك الاذان وعلينا الابلاغ. ابدل انت، ابدل انت في جبال مكة ابراهيم وانا علي الابلاغ. وطلع ابراهيم قال ايها الناس ان ربكم فنابيتا فحجوه، فقالت الارواح لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فأنت مش عاجبك يا دكتور الأذان.